التحرج بالفتوى مصيبة كبيرة، فالفتية الآن أصبحت وكأنه لا كبير لها. يا أخي أنا لا أستطيع أن أتكلم في الطب ولا في طبيعة إنشاء هذا المبنى كمهندس، لأنه لم أدرس هذا الأمر. الذي يتحرش أو يستفتى يجب أن نعرف نسبه الفقهي. لو كان نسبه الفقهي شريط سمعه أو فتوى قرأها أو يعني مثال ابن قدامة المقدسي، ابن قدامة المقدسي رحمه الله فقيه حنبلي معروف، قال فيما قال: إذا ركب إنسان دابته، يعني أنت ماشي في لوند أو في مالمو أو في غيرها وتركب فرسا أو تركب رأسك، المهم تركب يعني، المهم تركب، وبعدين وانت راكب الفرس بال الفرس على الأرض فسارت دابة بجوارك ليس عليها أحد فانزلقت رجلها فانكسرت، ماذا يقول ابن قدامة؟ ماذا يقول الفقه يعني؟ وجب على راكب الفرس أن يدفع ثمن اللي هو الآن اسمه التأمين الصحي، تقولوا أنت الانشورنس أو غيره يعني، مهم التأمين الصحي، هذا التأمين الصحي عليك أنت يا راكب الفرس. أما لو كان الفرس يسير منفردا فبال في الطريق العام ثم انزلقت قدمه الأخرى فانكسرت، الفرس غير مكلف بأوامر ونواهي بحلال وحرام، هذا هو فقه. مثال آخر، جمعت مرة من 20 سنة ما يسمى بخوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة أن الإنسان يأتي بأعمال لا يحبها، ليست بالحلال والحرام، ليس بها خوارم المروءة. يعني إيه؟ إنسان عنده مروءة، الذي من شروط العدالة، يعني إيه العدالة؟ يعني من شروط الذي يشهد في المحكمة، أنا كقاضي أريد أن أسمع شهادة شهود عليه، يجب أن يشترط في الشاهد العدل أن يكون الشهود عدولا. يعني عدولا؟ ليست فيه خوارم المروءة، لم يتهم في سرقة من قبل أو جريمة من جرائم الشرف أو أضر بأحد أو أو، وفيه تقريب من 80 إلى 100 عنوان إذا وجدت في إنسان فتلك من خوارم المروءة التي تسقط عدالته فلا يجوز له أن يشهد في المحكمة. هذا موجود في كتب الفقه. طيب ما هي هذه؟ أضرب لك مثال، تمر أنت على المول الكبير في قسم العطور وقسم الملابس وقسم الأطفال وقسم كذا وقسم كذا، فبدون أن تدري تمشي وتأخذ عينة من هذه العطور وترشها كذا، وأنت رايح العمل كل يوم مع أنك مش هتشتري يعني. قال العلماء: المتعطر عند العطار من خوارم المروءة، يعني أنت لو عندي قائد في القضاء أنا لا أقبل شهادتك لأنك حرامي مثلا. هل تطبق هذه الآن؟ أضرب مثال آخر، من خوارم المروءة الآكل على الطريق. يعني إيه الآكل على الطريق؟ يعني واحد كده يعني على مطعم أو على مقهى يشرب قهوة أو يأكل ساندويتش أو غيره، ساندويتش دي كلمة غير عربية، الرجل ده اسمه ساندويتش، رجل أمريكي كما تعلمون أنتم أكثر مني، وكان لعيب ميسر محترف يعني، فكان ما عندوش وقت يجيب له طبق، فهو اسمه ساندويتش، هو الرجل نفسه اسمه ساندويتش هو نفسه، يقول له ضعوا لي اللحمة أو المطعوم في داخل إيه رغيف ويأكله، فسمي هذا الذي تأكله ساندويتش. أنت وقفت أو جلست تأكل ساندويتش على قرعة الطريق، أنت بمقياس خوارم المروءة لا يجوز أن تشهد في المحكمة، بالتالي عليك من فينا يجوز أن يشهد في المحكمة. إذا لابد من دراسة تصفية من العلماء الدارسين للأصول والدارسين للفقه والدارسين للفقه المقارن أن ينقل هذه ويغربلها ويوصل لنا الأشياء التي تصلح للمجتمع بهذا المنطق. فبالتالي يعني مثال، إذا رأيت أنك سوف يذعر منك راكب الطائرة التي بجوارك، إذا وقفت لتكبر وتصلي وهو رجل يعني واخذ موقف منك نتيجة الإعلام، نتيجة أن كثير من الإخوة المسلمين يشوهون صورة الإسلام، كثير من المسلمين الذين يعني مثال بسيط، أنا معجب بأنكم تجلسون هكذا مثلا وليس في كتب الفقه شيء يسمى الزي الإسلامي. لا، الزي الإسلامي عند المرأة هو الحجاب،
اسمه باب ستر العورة. مش باب اسمه أدهلة، لا، باب ستر العورة. المرأة جسمها كله ما عدا الوجه والكفين. بعض العلماء أو بعض الفقهاء يأخذون الجسد كله كما يقول الإمام أحمد أو متأخر الحنابلة، ماشي في البركة. الجمهور يقول الوجه والكفين، والرجل عورته من سرته إلى ركبته. لكن تعرف الناس، أنا أتصور أن أنتم ما شاء الله في الباب يعني مش هتمشي بشورت، يعني هتاخد لك هتبرد في ركبتك، هتقول سنتين الجيم مش هتمشي. فمن فضل الله أن أنت مستور رغم أنفك أو رغم البرد يعني، واخد بالك؟ فإذا إذا دخل موظف عليك وهو مسلم وزوجته مسلمة، هي تلبس القصيرة من الثياب يعني لغاية ركبتها، وهو يلبس القصيرة من الثياب ولكن تحت ركبته بشبر، سوف تنظر إليه وتقول هذا رجل مجنون، مع أن العكس هو رجل ستر من سرته إلى إيه؟ إلى ركبته، وهذا ستر العباب ستر العورة. فلا تدخل إلى المسجد والمركز الإسلامي عينك عين موظف الضرائب الذي لا يبحث إلا عن أو معزكم الله. هل تدري الذي ينظف لنا بيوتنا ويجمع من بيوتنا النفايات، سميه العامل الذي يقوم بأخذ نفاياتنا إلى مكان معين، هذا الذي يدخل إلى قصر المنيف فيه بساتين ونافورات وحدائق وطواويس عينه على ماذا؟ فبعض من الناس كنفس النظرة يدخل إلى المسجد ليرى هذا سرواله قصير، هذا غير ملتحي، هذا يعني توزيع، هذا فاسق، هذا فاجر، هذا لا يجوز الصلاة وراه. يا أخي الإسلام، لما بعث هرقل إلى سيدنا معاوية يقول له بلغني أن ابن عمك ابن عمك ينازعك في الملك، سوف أرسل لك جيشا لتتخلص منه، ماذا يقول سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عليه وعن أبيه؟ يرسل على نفس الرسالة، هذا أمر بيني وبين ابن عمي، وإن أرسلت لي رسالة بهذا الصدد مرة أخرى سوف أرسل لك جيشا أوله عندك وآخره عندي، يأتي برأسك لأضعه عند حذاء ابن عمي عليه. لما تسمع أنت عن مسلم أو عن الذي يساند أخاه في الحق والذي يخب بجواره ليس في الباطل، بالله عليك هل يبقى لنا أننا نستطيع بعد ذلك أن نتحرش بالفتوى؟ يا أخي الإسلام، إذا أضاءت لك طاقة فقد غلقت عليك طاقات، وإن فتحت لك باب في العلم أو روزنة غلقت عليك أبواب أخرى، فإن العلم مساحته واسعة، علم الحديث له دراية ورواية، وعلم السند، والقرآن بعلومه، علوم الخرات الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه، واللغة العربية الجميلة التي سبحان الله العظيم إذا أدركنا مراميها نعرف سبحان الله نحن إذا كان غير مأمون على أن ينطق جملة صحيحة باللغة العربية، كيف له أن يقرأ القرآن ويفسر الآية؟ سبحان الله العظيم، يعني كان أبو بكر يسأله الرجل على المنبر، قال يا أبا بكر ما الكلالة؟ إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فقال هذه في القرآن الكريم، أبو بكر الصديق، أي أرض تقبلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيي؟ أقول فإن كان خيرا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان. هذه المقدمة كلها عشان أقول الكلالة، من مات لا أصل له ولا فرع، يعني مات لولا أب ولا ايه ولا فرع، لما ملوش في حد يالك، ان كان ايه رجل يورث كلالة او امرأة. فوقت لما قال كانت فتوى صحيحة. والعجيب ان ابا بكر اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعت له الفتاوى التي افتاها في الاسلام كلها، فتى افتى مرتين،